نشاهد هذا الأسبوع الأخطاء الطبية وكيف تقرس الألم في ضحاياها. الطفل يشوفه وفرح بي إنه يعني مستعدين له، لكن فجأة خرج لي واحد بيقول لي خلاص. عبد الواحد الطويلي إلى هذه اللحظة يتمنى أن يرى نور الشمس. لا يفيد عمي رجل دولة ويخدم الدولة ورئيس تعاون، وإحنا بنتحاور مع الدولة وكيف تم اختطافه. تحية خاصة من أرض اليمن إلى قطر إلى آل العجي الذين فتحوا نافذة أمل لعائشة. في أمس الحاجة لفتح نافذة أمل، وإلا سيكون مصيرها شاب. قالوا لا فتحوا له عملية شاموت. جلسنا توكلنا على الله وجلسنا روحنا بولده ومعانا إلا بالإيقاع، قد نقلنا في 5 مليون.